يعطيك الصحة توفيق على هذا الأداء الرائع لهذا النصراف، نصراف زرني المليح متبوع بنصراف مخلاص كلفته بالبدري. كلفته بالبدري يعطيك الصحة. أنت قلت لي خفيف ولكن نصراف زرني المليح صعيب وتقيل وعنده ثقل. على كل حال أنا قلت لك خفيف يعني في السماء. إيه في السماء. وتقيل في القيمة، القيمة الفنية ديالو يعني حقيقة الناس تاع الصنعة وتاع الآلة كامل يعرفوه باللي ماهوش نصرف سهل، وإنما الحلاوة تاعو غلبت الصعوبة. التوفيق نتكلموا شوية على الجانب التقني نقولوا تاع هذا المصرف في الجزائر العاصمة وخاصة في الصنعة. كاين بعض المدارس اللي يقول لك يدخلوا كما يقولوا هما في الطونفور، وكاين اللي يقول لك يدخلوا في الطونفور. وي يعني كاين اللي في التكة وكاين اللي في البمة. وي نعم. أولا واش رأيك في هذا الشيء؟ يعني هل ضروري أن يكون فيه مدرستين ولا لازم نعاود ونشوفوا بالك ندرسوا هذه المساله، وربما ان الشيوخ يتفقوا ما بيناتهم ويصفوا هذه الشغالات باش يكونوا كاملين في تكا ولا كاملين في بومة؟ حبذا لو كان هذا الشيء يصرى ويصرى كما يقولوا هنايا اتفاق وصرى توحيد للاخر، خاطر هذا الاختلاف ماهوش درجة اللي خلينا نكونوا مدرستين على جال تكا وبما. نظن باللي هاد الناس اللي يقول لك هكذا نتفهموا ما فيها حتى حاجة. واحد ما يقول لك باللي باسكو ندخلوا على تكا احنا صحاح ولا ندخلوا على بما، هي قضية نتفهموا باسكو صحاب اللي يدخلوا على الطونفور يقول لك باللي لا ميوزيك يونيفرسال دائما تدخل على الطونفور ودائما تدخل على الطونفور، وانما نظن باللي انا حتى في الموسيقى المصريه ولا الشرقيه ولا الناس اللي دخلوا عالم الاوركسترا قبل منا ما عندهمش هذا الاشكال. يعني ما لازمش نقارنوا موسيقتنا مع الموسيقى الكلاسيكيه السيمفونيه، كل ما موسيقى كل موسيقى اللي لا عندها الخصائص تاعها وعندها هذه هي، لانه لو كان وحده نولي موسيقى وحده في العالم راح تروح لا ديفيرسيتي، روح تنوع، روح نولوا كامل نعبوا كيف كيف نغنوا كيف كيف، وهذا ما يخدم حتى نوع موسيقي. توفيق انت اول البوم ديالك اللي سجلته في النوبه في 1996 نظن. نعم هو كان تسجيل تلفزيوني على كل حال، كنت سجلت فيه نوبة الحسين، دونك انا تسجيل تلفزيون ما كنت عطلت باش دخلت الاستوديو. ومن بعد انتقلت الى انواع موسيقيه مختلفه، يعني شويه رحت للخفيف، رحت للاغنيه الطقطوقه الحوزي، ولكن الخفيف يعني بطريقتك عندك البصمه ديالك خاصه. ولكن شويه ابتعدت على النوبه على كل حال في حل وقت. حشمتي تقولي بتاعت بزاف، قولي يا ليلى قولي يا صح بعد. قلنا علاش واش الشيء اللي خلى اننا نقدروا نتخلاو ولا الفنان يتخلى على النوبه ويروح لانواع موسيقيه خفيفه شويه؟ هل يعني هذاك الوقت كانوا الناس ما يسمعوش بزاف النوبه، ولكن كما يقولوا كانت النوبه ما تمشاش؟ يعني دوك نفهمك، النوبه عمرها ما راحوا ناسها، نوبه دائما كاين ناسها، كاين سي دي جون سي تان بوبليك افيرتي محسوب، الشعب الجمهور معروف يتبع النوبه ويسمع النوبه وكلهم تقريبا يعني ناس دواقين وكلش، وانما الجمهور العريض بعد شويه. وزيد حاجه واحده اخرى يعني الجواب يعني اللي يكون يعني القول الفصل في هذا باش نكون صريح معك ومع نفسي، هو اللي هو الاحتراف هو اللي خلاني نبعد عن النوبه. يعني الاحتراف بمعنى انه الانسان لازم عنده ارتباطات مع منتجين
وهذوك المنتجين تقول له انت يا سجل لك سجل لي نسجل لك النوبه، يقول لك لا لا انا حبيت نبيع. راهو يمشي ستيل تاع العرس هذا، وحنا كنا فهمتي نشطوا العرس العائليه كما ما زالين درك على كل حال. وهذوك لي لايف اللي كنا نديروهم وكلش هذوك هما المنتجين كانوا يطلبوا منا هذاك الشيء، وحنا الاحترافيه تاعنا تلزم علينا باش نلبيو لهم الرغبه تاعهم. ايبا اتجهنا لهذاك النوع. هذا هو الجواب. احنا التوفيق، احنا فرحانين بزاف انك وليت للنوبة، لان الصوت ديالك يوالم لهذا النوع الموسيقي بزاف بزاف بزاف. ايه يا اخي يقول لك هذاك هو، وحضرني دوك بيت في نفس المعنى اللي يقول نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب الا للحبيب الاولي. كم منزل في الارض يعشقه الفتى وحنينه ابدا لاول منزلي. احنا رحنا ولينا ليها. هو عندك الحق. الله عليك توفيق. الله يسلمك. توفيق ثاني نسمعوك بزاف في الحوزي في العروبي، وعلى بالك في هذا في برنامج جاركا. انا عندي الحد اني نكون ديما يكون عندي ثنائي مع الفنان اللي يكون ضيف. واليوم ماذا بيا نغني معك. انا مانيش عارف اذا نكون في المستوى، ولكن راني فرحانه بزاف لاني رايحه نادي هذا الثنائي معك. زعما دوك انا نولي المنشط ليلى. نشكرك الفنانه ليلى على التواضع. لا ماشي تواضع والله، غير رانا نقلبوا الامور. لا على كل حال ما كاش مشكل نديروا فيها ديو، يقعد لنا ان شاء الله تذكره ان شاء الله يعني يا ربي. والله يعني ب ب ب ب يعني شارف لينا ان شاء الله. انا ماذا بيا لو كان نغني ويا لايم لاشت لوم سمعتك في هذه المقطوعه. وماذا بيا يعني نغني معاك هذا حوزي، هو حوزي ما كاش مشكل. يلا برفقه الجوق. يا لايم لاشت لوم في ملامك عني، سهم الجراح لا هو بالجسد الجراح جمال وراح ما شفيته بجراحي يا خير بس
لك توفيق، ما كملتهاش، كملتها في 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 طبع واحد اخر ماشي هذيك يعيطوا لها لا سيناتور لا لا باسكو هي اكيد خلاص خلاص ما انا حبيت نعاود نردها لاصلها المغرب شكرا لك توفيق، ميرسي بوكو، يعطيك الصحة. على بالك باللي في برنامج جاركا عندنا ديما يكون فيه خبير اللي نستفادوا من المعلومات اللي مدها لنا. اليوم خبيرنا من الجزائر، من جزائر العاصمة، هو الأستاذ يوسف طويبية. بمرافقة الجوق نستقبله. أستاذ يوسف طويبية، مرحبا بك في برنامج جاركا. مرحبا بك مدام ليلى بورسالي متشرفين شكرا للجوق والشيخنا، عندنا بزاف ما سمعناش صوت من هذا من هذا الطراز الكاليبر يعني راك تقول بهذا الكاليب وهذا الطراز، يعني ما احناش نشوفوا بزاف الاصوات الرجاليه في النوبه. كي قلتيها انا ما قلتهاش قول لي انت واش رايك. إيه معنا حاجة تفرح كي نشوفوا الأداء هذا المميز. أستاذ طويبية، كنا تكلمنا مع توفيق على الإيقاع، يعني هنا في مدرسة الجزائر العاصمة كان يدخلوا في الدكة وكان يدخلوا في البومة، يعني في التنفور وكان يدخلوا في التنفبل. قبل ما نطرح عليك يعني سؤال اللي ما كان أنا مدبيا نطرحه عليك، ولكن كان حبيتنا نعرف رأيك على هذا الشيء. يعني ما عنديش تعليق كما نقولوا نوجهه للناس اللي ماسوا الموسيقى، ولكن نقولوا لهم برك انتبهوا، شوفوا واش يديروا الناس في المالوف، شوفوا الناس واش يديروا في تلمسان، واسمعوا للموسيقى. يعني الموسيقى هي اللي تفرض نفسها. كاين الأشعار اللي تقبل كما قال شيخنا، تقبل يعني الدخلة يونيفرسال كما يقولوا، يحبوا لا ميزيور تدخل في الموقع القوي، ولكن احنا عندنا موسيقى تاعنا هي يعني جايه مع الموسيقى العربيه، والموسيقى العربيه فيها بزاف لاناكروز، يعني تدخل قبل الموقع القوي. وعلى حسب الاشعار وعلى حسب الانغام، كاين انغام يطلبوا باش يكون توقيع تاعهم يكون على الموقع الخفيف، وكاين اشعار والحان تتطلب الدخله تاعها على الموقع القوي. أستاذ طويبية، أنت باحث يعني في الموسيقى الأندلسية، عندك بحوث في الموسيقى الأندلسية. عندي بحوث في الموسيقى. نعم. وتهتم يعني بكل ما هو يأسس الموسيقى، خاصة الأشعار وألحانها. نشوفوا باللي في الأشعار فيه إيقاع للأشعار وفي إيقاع للحن. نعم. ونظن باللي أنت تقول باللي لازم يكون فيه يعني إيقاع اللحن يكون متساجم مع إيقاع الشعر. يعني الشعر، هل الشعر ينكتب بإيقاع اللحن أو عنده إيقاع وحده ونقدر نعمله فيه إيقاع لحني يعني مختلف؟ لا احنا باش نعود نولو للممارسة. احنا نمارسوا النوبة ولا نمارسوا الانقلابات ولا نمارسوا أغاني أخرى مبنية على اللغة العربية. وهذا الأشعار هذه اللي مبني عليها هذا الألحان هي أشعار موزونة. والشعر في ذاته ما عنده، ما يحتويش على الزمن، ما فيش الوقت. الشعر هو مبني على زوج حوايج، حاجة اللي تتبدل، يعني حروف تتبدل وحروف اللي ثابتة. يعني باش نولوا الأول البرنامج، هذوك القوالب تاع الشعر هذو سموهم بحور. هذيك الحوايج الثابته نقدروا نقولهم هي كيما البحر تاع الصح، كاين حاجه اللي تبدل فيهم الامواج، وكاين حوايج اللي يبقاو ثابتين. هذوك الحوايج اللي يبقاو ثابتين هما اللي روشي تسمى الصخور اللي كاين في البحر، هذا هو الشعر، امواج وصخور، يعني كيما البحر. اما الايقاع والموسيقى هذه هي الوسيله اللي راح تخوض فيها في هذا البحر. يعني تقدر تروح بالبيدالو، تقدر تروح تعوم، تقدر تروح بالفودات بالزودياك الى اخره. يعني يقدر يكون بصدار، يقدر يكون صراف، يقدر يكون هذه هي. والفارس
يعني الرئيس هو اللي ما يروحش يصدم على الصخرة. هذا هو الفارس، يعني اللي ما يطيحش في الميزان يعرف وين راهي وين راهي الصخرة، باش يكون الرحلة تاعو يعني باش تكون منسجمة يقدر يخوض في البحر كيما يحب. عنده شرط واحد، ما يدخلش في الصخرة. هذا ما كان، والصخرة هي الحرف الثابت اللي في الشعر العربي، في الشعر العربي يقولوا له الواتد، خاطر شي سماوه البيت. والبيت ما على باك البيت يعني البيت اللي تاع القيطون مربوط بالحبال، وين مربوط وين هذوك الحبال هذوك مربوطين في التراب بالواتد، البيكي هذا اللي يقولوا له الواتد، هذاك ما يتحركش. اما البيت تقدر تشد تزيد في الحبيلات، كي يجي الريح تطلق شويه. استاذ طيبي ان شاء الله المشاهدين يفهمونا هذا اسلوب، يعني انا وراني شويه شوف يعني الحقيقه هو شويه في الحقيقه توفيق تفضل في الحقيقه هو واش دار دركا وصف الشعر بشاعريه. توفيق ماذا بينا نسمعوا في مقطع ثاني؟ خلينا من نوبة هذا المرة، يلا نروحوا لحاجة واحدة أخرى. معليش معليش ماشي مشكل، هو اخترا خيرنا حاجة في الطبع اللي يحمل عنوان تاع هذه الحصة. جاركا. نعم. دونك جاركا نديروا حويجة في الجاركا وهذه هي. يلا برفقة الجوق. إن شاء الله. Oh.
قالت يا عشيق ما نوريك داري لا يمنيك في المذاب نصغر يا قدا حالي زاو الدنيا كي المنام ما يدوم غير ربي العالي لا يمنيك في المذاب نصغر يا قدا حالي زاو الدنيا كي المنام ما يدوم غير ربي من بالي كل ليالي اسير الغرام حيالي الجرح البالي ما نرقد ما يجيني منام حتى شي ما يحلالي بيا ولفي سود النيام لحبي باطي جالي شبابك يا فلان دنيا ما فيها امان يمضى عمره ما يولي اشحل فاتو فلان وفلان ساروا لله العالي خاصين السوام خلاو مضرب وخالي يا حسرة على زمان كي كانوا زوج متالي صحاب الآلة وصحاب الكلام القصيدة والبروالي لا يمني وروحي وراحتي بكرين هو
صغنا في غناوية والكيسان تدور بنا والساقي منا من هو روحي وحدي عمري ما ننسى من هو روحي وحدي ذكرين توفيق يعطيك الصحة على هذا البرنامج الرائع وعلى هذا الأداء الرائع. الله يسلمك. الله يسلمك. توفيق عندك صبغة ديالك وحدك يعني حتى في كيفية الأداء ويعني نعرفوا باللي توفيق عون. أنت عندك 7 ألبومات اللي عملتهم من بداية المسيرة الفنية ديالك. أنا. 7 ألبومات. أنا مقل في الإنتاج على كل حال ما حتى في. فهاد الطبعة هذا اللي كنت نأديه طبعا الخفيف طبعا العرس والحفلات والأغنية الخفيفة وكلش ومنا هاد يعني وكنت مع ذلك وكنت مقل في الإنتاج تاعي لأنه كنت يعني كما قولوا كنت إنسان ما نحبش نغني أي شيء وما نحبش نقول أي شيء ونحب نبحث على حاجة وندير فيها البصمة ديالي الخاصة هكذا باش الناس كي تسمع تقول توفيق عون إذا عجبهم توفيق عون وإذا ما عجبهمش توفيق عون من المهم ما نحب يشبهوني بحتى إنسان وانا باسكو هذه هي الهدف تاعي من اللي بديت المسيره الفنيه تاعي وتاثرت بشخصيه فنيه ربما شيخ ولا اللي خلاك تغني بهذه الكيفيه ربما في البدايه ومن بعد عاود جات شخصيتك يعني انت ولكن والله في البدايه ما هي الشخصيه الفنيه اللي اثرت عليك الاكثر والله يا الاخت ليلى غير شوفي انا باش نقول لك هذا السؤال هذا طرحوه لي بزاف وشاك فوا كنت يعني نجاوب بنفسه انا شوفي الاسم تاع الانسان او الشخصيه الانسانيه تاع الفنان ما تهمنيش كي ما تهمنيش الشخصيه الفنيه تاعو يعني انا اللي وينصيب حاجه مليحه شابه نسمعها ونتاثر بها خاطر على الفنان هذاك تاثر بشخصيه معينه الشخصيه لها اطوار نهار مليحة نهار ماهيش مليحة يبقى انا واش ندير انا معليش انا ايغويست في هاد اناني في هاد الشيء هذا نحوس غير وين كان مليحة يعني تاخذ المليح من كل واحد فوالا ونحاول نحورها ونأطرها على حساب واش عطاني ربي من قدرات توفيق انت ألفت ولحنت بعض الاغاني وحدك كيما يقولوا كالكو كو دو كور هايدا اللي درتهم وانما في الموسيقى وي في الموسيقى يعني نصيب هكذا حوزي ولا قصيده ولا حاجه ندير لها كيما يقولوا لها مرمه ولا اسميها هكذاك ندير لها نبدلها يعني نغنيها كيما نحسها ولكن غير يعني من فري كومبوزيسيون كيما يقولوا تلحين واعر هكذايا ولا مانيش ملحن انا يعني غير كي نحس حاجه برك نديرها إذا لحن نقدر نقولوا بلي لحنت خاصة في الطقطوقات ولا في الحوزي ولا في الأشياء هذه الخفيفة ولا يعني أن بو دو تو اللي تحسها سا ماريف وين دي فوا يعني نسمع في قصيد هكذا ولا في حوزي ولا هكذا من بعد نشوف هكذا نميز بزاف غناوه واش نقدر نزيد له ما نصيبش واش نزيد له نصيبو كيما نقولوا خلاص نصيبو ساتوري ما لازموش ندير الحان نخرجوا شويه من هذيك لا ساتوراسيون خليه يتنفس شويه ندير له مرمى واحده اخرى ونغنيها والناس يعاودوا يشوفوا فيه واحد كيما يقولوا نفس جديد يحسوا باللي عاود شغل ان غولوكينغ درت له شغل فوالا استاذ طويبيه انت كانت عندك تجربه في تلحين ولكن في النوبه يعني كي تبحثي شويه في النوبه لازم تقيسي شويه يعني تجارب ماهوش تلحين يعني تجربه ونستعملوا القوالب يعني القوالب اللي موجوده في النوبه يعني ما نبدعوش يعني حاجه جديده نقعدوا في القياسات
تاع القوالب. اما الابداع حاجه واحده اخرى يعني مستوى واحد اخر. وكيفاش نقدروا نبدعوا ونالفوا ربما ان نجيبوا حاجات جدد بلا ما نخونوا قالب النوبه بلا ما نخونوا روح النوبه. يعني اليوم احنا شفوا بلي ما كانش بزاف الناس اللي يلحنوا ويكتبوا ايضا كلمات في النوبه ربما اننا نشوفوهم يعني ماشي في مستوى شعراء للقدم ولا لا لا ما نقدروش نقول بلي ماهوش في المستوى. يعني ما هو السبب اللي خلانا اننا اليوم ما رحناش نلحنوا بزاف ما رحناش نالفوا بزاف؟ يقدر يكون سبب سهل يعني احنا كي نشوفوا الموجود يعني النوبه اللي كيفاه مخدومه نشوفها يعني اغلبيه الاشعار واغلبيه الالحان هما يعني تستعمل قوالب وحده قوالب ايقاعيه ولا لحنيه وحده. يعني كيما مثلا الانصراف اللي غناه لنا الشيخ توفيق يعني هو قالب فريد لهذا تسمى القطعه هذه تجي صعبه. اما تحكمي يعني 75% مثلا من القطع تاع الانصراف يعني يستعملوا قالب واحد بسيط وسهل. ولا يعني الملحنين يقول لك لو كان نبقى في القالب تاع النوبه نعاود ندير نستعمل المرمات نفس المرمات يعني ما نجيب حتى حاجه جديده للمستمع ولا للنوبه بذاتها. استاذ طيب يا كلمه ربما انها تقدر تجيب حاجه جديده يعني حتى المواضيع اللي نطرقوا لها لا لا المواضيع ومن بعد يعني على مستوى واحد اخر تاع الابداع يعني كيف هنا نجيو يبدا بالدراسه ما نقدروش نبدعوا يعني من عادم هكذا نجي نخدم لازم نفهم واش كاين موجود. وفي هذا المستوى هذا كاين مثلا عندنا التجربه يعني تاع الناس تاع سكيكدا يعني السيد بوغنجيوا كي تعرفيه اللي هو معناتها فهم يعني استعمل المفهوم تاع النوبه اللي هي تسلسل الايقاع يعني من بطيء الى سريع ودخل مثلا ايقاعات جديده اللي ماشي مستعمله في نوبه المالوف يعني ولا في نوبه تلمسان ولا في نوبه زين. يعني هنايا راهو دار ابداع نقدروا نقولوا بلي ابداع لان خلى المفهوم تاع النوبه ولكن دخل حاجه جديده اللي ما كانش مستعمله. عندنا تجربة ثانية واحدة أخرى كان واحد سيدة اسمها ليلى بورصالي وقيلة يعني استعمل مش أنا الأستاذ توفيق بن غبريط أنا غير يعني تسمى هي اللي أنت اللي روجتي مثلا الفكرة هذه يعني وشني هذه الفكرة هذه اللي تم التجربة هي هو استعمال شعر غير موزون شعر حر وحنا نعرفوا بلي النوبه تستعمل دائما الاشعار الموزونه. اذا هنا مع سي توفيق سي توفيق وليلى بورصالي هنا داروا تجربه يعني باش يدخلوا يوظفوا يعني شعر غير موزون يعني شعر حر وهذا الكيفيه هذه تجي صعيبه كثير على المؤدي يعني اللي يؤدي الاخر يعني ما خاطش ما يصيبش ركايز نفس الركيزه يعني من البيت الاول والبيت الثاني راح يختلفوا ويصعب نوعا ما تلحن وعلى الجمهور هو اللي يحكم يعني اللي كانت تجربه ناجحه هو اللي يقول ولا المستوى الثالث اللي هو يعني ابتكار يعني ولا استعمال القوالب الموجوده ولكن في طوبوع مفقوده نقدروا زعما نخدموا حاجه جديده نستعملوا يعني الطوبوع اللي ماشي متعودين نسمعوها. نقدروا نتمناو باش يكونوا ابداعات يعني لازم باش هذا ولا مستقبل تاع هذا النمط من علاش نقعدوا غير دائما في القديم ما نروحوش بعيد. توفيق واش رايك؟ انا رايي بلي الشيء اللي عطل ربما الابداع في مجال النوبه لانه جميع اللي بدعوا حتى نهار اللي وصلوا يصيبوا حاجه كرياسيون يعني ابداع بحاجه جديده دخلوا حوايج جدد ودخلوا امور اللي ربما تعاود تعطي للنوبه صبغه واحده اخرى وكذا. سينو الناس اللي كانوا بكري كانوا يحافظوا على النوبه منهم اللي كانوا يحافظوا عليها بالعاطفه انا ما تمسليش النوبه وكذا ومنهم الناس اللي كانوا واصلين يعني الناس الراسخين في الموسيقى وفي العلم اللي لحقوا لدرجه وين فهموا باللي هذا نمط موسيقي داروا انسان وكذا. هذوك الناس عندهم حجه ديالهم هو انه
النوبة هي نمط موسيقي يؤرخ لحقبة زمنية معينة وتندار في محصور في منطقة جغرافية معينة يخلوا هذوك الناس. والسبب اللي خلاه ينتقل ويتوسع هو أن الناس اللي كانوا يديروا في الموسيقى واللي داروها هما اللي تنقلوا. وخلينا نديروا حاجة واحدة أخرى نتأثروا بها وإنما من نعندوهاش يعني من ما نقلدوهاش. شكرا توفيق. شكرا شكرا على هذا الرأي. يعني احنا ماذا بينا كم الآراء نتقبلهم في برنامج جاركا. أستاذ تويبيا رحنا لحقنا لآخر العدد، ماذا بينا تكون آخر كلمة لهذا العدد؟ احنا نقولوا الكلمة الما قبل الأخيرة ونخليوا الكلمة الأخيرة للموسيقى يعني ولي يمارسوا الموسيقى وإن شاء الله يقدروا يخدموا ويفرحونا مع الإبداعات تاعهم ويتميزوا في الميدان وإن شاء الله هذا ولا. توفيق قبل ما تقولنا الكلمة الأخيرة، أولا إحساسك في برنامج جاركا كيفاش كان؟ لا ربما هذه هي الكلمة الأخيرة. يعني لو كان جا عندي ديتكتور تاع الطاقة الإيجابية ولا غير تحت تلفلو هاي الأمبيونس يعني الله يبارك. وهنا راي كان يعني التضافر تاع الناس كامل راهم كل واحد فيهم يسي يمد واش قدر يعني كيما نقول لك الجو والله راه حميمي وكيما يقولوا الانسان راه يعني كيفاش يقول لك ملهم، جو ملهم. وحنا كنا فرحانين بزاف اللي لبيت الدعوة ديالنا توفيق، نورت لنا هذه القاعدة وحتى يعني استغلينا الموسيقى كما ينبغي. الله يسلمك. وراك رايح تأدي لنا البرنامج الأخير اللي هو اللي هو أصابني مرض الهوى. شكرا لك توفيق. ربما آخر كلمة. آخر كلمة الله أقول لكم يعني تشرفت بالاستضافة هذه وأنا والله يعني كما يقولوا في جو فني محض، راني كما يقولوا نحاول الشيء اللي نديرو على بالي باللي راهو يروح للديركت يعني مباشرة يلقى أذان صاغية والناس هاد الناس اللي راهم يدوروا حتى ليكيب تكنيك الله يبارك قاعد واقين طيح لي ربي واقيلا خيرتيهم يا ليلى. خيرتهم ها بيان سير. ما لا والله غير يعني ولا يعني فرحت بزاف بالحضور تاعي في وسطكم. شكرا شكرا لكم اعزائي المشاهدين. في انتظار عدد جديد من برنامج جاركا نقول لكم شمس النهار بالليل تغرب وشمس القلوب ليس لها مغيب. سلام عليكم، شرف الله قدركم. شكرا. أصابني مرض الهوى ولم أجد له دواء إلا فؤادي قد كوى من حب الريم المغناجي.
عصاص جلدي على عظمي يابس من حبك يا فرحة. التي تساعد النساء الماكثات بالبيت لإبراز قدراتهن ومشاركتهن في العمل العائلي وتسويقه. أصابني مرض الهوى أول ما أجد له دواء إلا فؤادي قد كوى من حب الريم المغناجي لم دبر من فرقة بلا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
الشمس هجرة منين طيب